على فكره ابن الجيل بيت واحنا مش موجودين. هو ماله يجي زي ما هو عايز، ده بيته. في ايه يا حاتم؟ انت بتغير الموضوع ليه؟ انا مش بغير الموضوع. ابنك سرق اوراق وعقود مهمه من مكتبي. اوعى تقول سرق. ابني مش حرامي. حرامي مش حرامي وبس، وقاتل. انت اللي خليته يعمل كده. انا اللي خليته يعمل كده. يعني انت عارفه ابنك خايف عليك. ابني مجرم. ابنك متربي احسن تربيه. لا يا هانم، انت فاهمه غلط. التربيه مش بالمدارس الانترناشونال والتعليم اللي بره. التربيه بتبدا من هنا، من البيت. بس واضح ان الحياه خدتني ونسيتني ان انا ربي ابني كويس وعلمه الفرق ما بين الحلال والحرام، الصح والغلط. هو انت كنت فاضي تربي اصلا؟ هي دي غلطتي، ان انا سبتك تسوقي، خليتيني اوصل الليل بالنهار اجري وارمح عشان اكون فلوس عشان تحقق حلمك، مملكتك يا كونتيسة. وفي عز ده نسيت طبعا ان انا ازرع صح. كفاية بقى حجج ومبررات وكلام فارغ، كفاية. سوري، اكيد ده اللي انت بتقوله للمدى صح؟ وطبعا زمانك يا حرام عايش دور بقى الغلبان والضحية، وان انت عايش مع امنا الغولة مش كده؟ مصدق يا منيرة، انا عارف ان فيك قساوة، بس عمري ما تخيلت ان قساوتك توصل انك تشاركي في قتل جنين في بطن امه ملوش اي ذنب.